ينضم إلينا في استوديو الغد من لندن دكتور راسل فوستر، أستاذ محاضر حول الشؤون البريطانية والأوروبية في جامعة كينغز كوليدج. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية أحدثك عن ما يهيمن على هذه الانتخابات البريطانية، والعنوان الرئيسي فيها هو البريكزيت، ولكن ماذا عن نظام الرعاية الصحية؟ هناك عدد من القضايا التي تؤثر على هذا الانتخاب، ولا شك في أن موضوع البريكزيت أحد العناصر المهيمنة في السابق، ولكن وهذا الاتفاق أيضا لا يزال متأثرا بالخروج من الاتحاد الأوروبي والتقشف الذي يعاني منه المواطنون، وبالتالي فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي ما زال عنصر مؤثرا، إضافة إلى عدد من القضايا المحلية بالنسبة للقضايا الحياتية اليومية التي يتعين على الحكومة أن تواجهها. وبالتالي هناك إضافة إلى البريكزيت هناك عدد من القضايا المحلية ودواعي القلق، فهناك الكثير من الأمور التي تسير والتي تتحرك في هذا الاتفاق في هذا الانتخاب والتي تؤثر عليه. في الحديث عن الأحزاب، إذا قمنا بالتقييم، إلى أي مدى كانت خطط الأحزاب واضحة وشاملة فيما يتعلق بنظام الرعاية والخدمات الاجتماعية أيضا؟ هناك وعود من عدد من الأحزاب بالاهتمام بالرعاية الاجتماعية، خصوصا خلال السنوات العشر الماضية. هناك العديد من الخدمات العامة التي تأثرت، وبالتالي فإن حزب المحافظين قد تعهد بدفع المزيد وتوفير المزيد من الأموال ووعود عدد من الوعود لبناء مستشفيات أكبر وتوفير الممرضات والممرضين للقطاع الصحي. وبالتالي فإن هناك مئات الملايين، الحزبان الرئيسيان يتنافسان في الأموال التي سيقدمانها لدعم هذا القطاع. فبالنسبة لعدد السكان الآخذ في التزايد، كذلك هناك الأمر الخاص بالرعاية العقلية الصحية العقلية في هذا القطاع، ويحاولون الكثير من توفير الأموال اللازمة له. إذا ما الذي يهتم به الناخب البريطاني أكثر؟ هل هو ملف الصحة والخدمة الاجتماعية أم ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ حسنا، هناك فارق بالنسبة للمواطنين في اسكتلندا على سبيل المثال. هناك النظام التعليمي إضافة للنظام الصحي، فهناك الموضوع الرئيسي المهيمن هو البريكزيت. ليس فقط أن الناس يرغبون في البقاء أو في الخروج من الاتحاد الأوروبي، هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت لتوجه جيريمي كوربين، وكذلك فإن خطط بوريس جونسون لا تلقى قبولا لدى عدد كبير من المواطنين. وبالتالي فإنه لا أحد من الحزبين يلقى قبولا كبيرا من المواطنين أو الناخبين. نعم، يعني الدكتور راسل فوستر، أستاذ محاضر حول الشؤون البريطانية والأوروبية في جامعة كينغز كوليدج، شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء.